بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنوجه الشكر لمجلة البيان لاستضافتها لهذه الأمسية. وبالنسبة لي ربما يكون هناك ثلاثة أشياء أريد أن أتحدث فيها. أول حاجة وده أنا كتبت عنه قبل كده، ما أطلق عليه إدارة التنوع داخل الحركة الإسلامية، يعني بمعنى أن الحركة الإسلامية لديها تنوعات عديدة بحكم الطبيعة، يعني بحكم طبيعة هذه الحركة، أن حركة لديها طاقة قوية، وهذه الطاقة لا يمكن أن يستوعبها كيان واحد. ولو نظرنا على الحركة الإسلامية في كل العالم لن نجد تيارا واحدا لهذه الحركة، وإنما نجد تنويعات داخلها بقدر ما يمثله هذا الدين من طاقة، وبقدر ما تعكسه نفوس أبناء هذه الحركة من قدرة على تحمل هذا الدين. يعني مثلا في إخواننا بتوع الدعوة والتبليغ، طبيعتهم النفسية المدخل بتاعهم يبقى مدخل الدعوة، في إخوة آخرين عندهم المدخل المتصل بالعمل الاجتماعي، في إخوة آخرين عندهم العمل الجهادي، عندهم همة وشدة وكذا. وبالتالي تاريخ الحركات الإسلامية أيضا بيبقى لها تاريخ وأمزجة متنوعة لا يمكن حصرها في الإيه. لذلك أنا بقول دائما أن التنوع علينا نقبله كمعطى جيفن، بمعنى ألا نبذل جهدا في محاولة تغييره، لأنه هو يكاد يكون سنة كونية أو سنة قدرية علينا أن نتقبلها. لكن اللي أنا بقول عليه إدارة التنوع، يعني كيف ندير هذا التنوع بحيث يصبح التنوع ده تنوعا زي ما كان ابن تيمية رحمه الله زمان اتكلم على اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد، أو يبقى مسألة أفقية يكمل بعضها البعض الآخر وليست انقساما رأسيا متضادا داخل الايه الحركة. أنا بعتقد أن ده أكبر تحدي بيواجه الحركة الإسلامية الآن، هو قدرتها على إبداع شكل من أشكال إدارة هذا التنوع بحيث يحقق هذا التنوع ثمرة. إخوانا صوتكم مش مخلينا، بحيث أنه يحقق هذا التنوع ثمرة تضاف لهذه الحركة ولا تخصم منه. دي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي أنا عايز أشير إليها، وبالتالي لازم من صيغة للتنسيق، وصيغة من للتنسيق تقوم على فكرة التواضع، بمعنى أنه ليس من حق حركة لأنها أقدم أن تستعلي أو أن تستغني على عن أبناء هذه الحركة. وبالتالي نحن أمام فرصة جديدة للإسلاميين، وأنا كتبت عن هذا الموضوع، ودائما أي فرصة بتحمل في داخلها تحديا. فالفرصة اللي قدامنا أن مفتوح أمامنا العمل الآن، لدرجة أن ممكن تكون هذه الفرصة أربكت العقل الإسلامي نفسه لأنه لم يكن مستعدا لها. وبالتالي ما أثاره بعض الإخوة الآن من أن مفيش عندنا قدرة على التعاطي مع الإعلام، على التعاطي مع السياسة، على التعاطي مع الواقع بشكل، لأننا لم نكن مهيئين له. ومن ثم لابد من إدارة هذا التنوع، وأنا بعتقد أن هذا هو التحدي الحقيقي الآن أمام الحركة الإسلامية. دي أول نقطة عايز أتكلم فيها. وأنا كتبت مقال اسمه إدارة التنوع داخل الحركة الإسلامية قبل كده. الموضوع الثاني القضايا الاقتصادية والاجتماعية. أنا بالأمس كنت مدعو لنقابة لإفطار لأول إفطار نقابة الفلاحين المستقل، وكان معي الأستاذ يحيى خلف، ووجدت آلاف الفلاحين هناك ولم نجد ولا واحد إسلامي كان موجود. الإخوان لم يكونوا موجودين، كانوا موجود كمال أبو عيطة وبعض اتجاهات اليسارية. فاحنا عايزين النهاردة ما شفتكش يا ممدوح. فلا كويس، أنا عايز أقول إيه،
أن مسألة القضية الاقتصادية الاجتماعية هي من أهم المفاتيح التي يجب على الإسلاميين أن يتعاطوا معها، ويعرفوا أن حل المشكل الاقتصادي الاجتماعي في مصر هو ده اللي هيبقى معيار لشرعية الإسلاميين لدى الشارع. والله حلت لنا المشكل الاقتصادي الاجتماعي المتمثل في التهميش والمناطق العشوائية والفقر والبطالة وحياة كريمة للإنسان المصري، واخد بالك، اللي هو بيسموها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خير وبركة، أهلا وسهلا. ما قدرتش تنجزها، ففي هذه الحالة سيكون محك الايه؟ محك الاختبار بالنسبة للمسألة الاقتصادية الاجتماعية. لابد أن نقيم جسور مع قضاياها ومع الناس اللي هم موضوع هذه القضايا، مع الفلاحين، مع العمال. وأنا بقول استكمالا لكلام أخي جمال في قصة الثورة، وأقولها دائما، إن الثورة ليست في ميدان التحرير فقط أيها الإخوة، إنما الثورة في كل مصر، بمعنى إن لازم تتعمل تكوينات معينة، تكوينات تحمل على عاتقها أن تذهب بأفكار الثورة إلى الصعيد والقرى والنجوع والدلتا وغيرها من هذه الإيه؟ من هذه المسائل هناك. يبقى احنا كده بنعمل ثورة، لان ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الحاجة الثالثة، لا لسه فيه موضوع ثالث. الحاجة الثالثة اللي هي موضوع الانتخابات القادمة. موضوع الانتخابات القادمة بالنسبة للاسلاميين موضوع مهم جدا، ولازم يدخلوه ويخوضوه ويستعدوا له، خاصة مسألة انتخابات المحليات. لان لو خدنا النموذج التركي اللي احنا بنتكلم فيه، موضوع المحليات يا اخوانا هو ده مفتاح التغيير الحقيقي في مصر. لان زي ما قال بعض الاخوة ان احنا عايزين الاسلاميين في مجال الخدمات، لانك هتعمل للناس خدمة، انما على مستوى الرئيس الناس هتقعد تقول، يعني على مستوى الخدمة الناس هتشكرك، لكن على مستوى الرئيس الناس هتبدأ تنتقدك. فموضوع كلنا، يعني انا شايف ان كل الموجودين يجب ان يهيئوا انفسهم، من لم يكن في خاطره ان هو يدخل في موضوع الانتخابات البرلمانية، عليه على الاقل ان هو يستعد لمسألة الانتخابات المحليات، لان انتخابات المحليات هتكون هي دي المفتاح الحقيقي للتغيير، وهتخلق حالة ديمقراطية حقيقية في مصر. يعني انت قدامك 27,000 او يعني كل مفاصل الدولة في هذه المنطقة، فيجب ان احنا ننتبه اليها، ويجب ان الاسلاميين يستعدوا لها ويشوفوا هينسقوا ازاي، علشان موضوع المحليات وموضوع الانتخابات البرلمانية القادمة هو ده المدخل الحقيقي لمنع العسكر من ان يكون من ان هم يتصدروا المشهد كما يريدون. ولا احب الاطاله، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.